تتواصل أعمال حملة ميت يوم صحة في محافظة الدقهلية عبر منافذها الثابتة داخل الوحدات الصحية والمنافذ المتنقلة. أكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، أكد توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى توافر مخزون من الأدوية لضمان انتظام عمل الحملة. شغالين من 10 صباحا ل 10 مساء، بنقدم جميع الخدمات الصحية لكل المرضى والمواطنين المصريين. بنوصل من بيت لبيت، كل القرى والنجوع والمناطق والمدينة والريف. بنعمل فحص شامل لكل الأفراد، بنعمل مسح شامل للأمراض المنتشرة في جمهورية مصر العربية. الحالة السليمة بتاخد كارت إن هو سليم، الحالة اللي عندها إصابة أو محتاجة علاج بتاخد علاج بالمجان، لو في إحالة للمستشفى بيعمل إحالة للمستشفى، بتوجه لأقرب مستشفى بياخد علاجه كامل بالمجان، فحوصات شاملة، لو محتاج عمليات جراحية أو أي إجراء طبي كل ده بيتعمل بالمجان.